لازم يفهم الإنسان شبكة المتضررين والمستفيدين من العلاقة. العلاقة مسؤولية. لذلك شي يقول عمرو بن العاص: من كثر إخوانه كثر ورماؤه. ليش؟ أنا مثلا هذا عازمني وهذا عازمني وهذا ولده بيتزوج وهذا مدري إيش وهذا تو ساكن بيت وهذا عزاء وهذا أتشقق ما أقدر. لذلك كثيرها عبء وقليلها دفع. هي القليلة. لذلك لما تشوف دينبار شو يقول؟ يقول أصلا العلاقات كلها أعلى مستوى من العلاقات هو تقريبا 190، بعد ما تستطيع أن تتعقب العلاقات. شوف جوالك كم فيه منه فوق 2003-4. طيب لو تحتاج كم تتصل عليه؟ عدد قليل جدا. كثير الناس بهذه الطريقة. فهي العلاقات الكثيرة هذه مثل الرمال المتحركة، ستجد في داخلها مجوهرات تم دفنها بالتهميش. هذول أصدقائك الحقيقيين اللي أنت توك تتصل عليه. بعض الناس يتعامل مع أصدقائه كما يتعامل مع معجم الألفاظ، معجم الآن حق اللغوي، يحطه فوق ويجي إخبار عندما يحتاجه يأتي به يقرأ ويرجع. بعض الصداقات بهذه الطريقة. لا بأس، اقبل ذلك إذا وقعت عليك، لكن لا تقع منك. طيب نجي الآن لدينبار مثلا، وما يجي يقول والله أعلى مستوى من العلاقات 190، ترى بعدها ما تقدر تسيطر وترى هذا غلط ولا لا لا لا. طيب بعد ما قال 190 قال أحسن شيء 151. طيب وفق عد نظريات وردوا عليه هو. حلو، خلنا من كلام الآن العلاقات هذه نمسك الآن بس الأسرة. الأسرة لو قسمناها إلى أسرة نووية اللي هو الزوج والزوجة معهم أبنائهم، الحد الأدنى في الأسرة النووية 8، زوج زوجة، أب مع بنته، أب مع ولده، أم مع بنتها، أم مع ولدها، أخ مع أخوه، أخت مع أختها، 8. طيب ننزل شوي للأسرة الممتدة، ندخل الجد والعم، صاروا 32. هذا الحد الأدنى، لو قلنا ما في العم واحد وخال واحد صاروا 32. زين، طيب هذول. طيب لو قلنا الأسرة المركبة ونزلنا شوي ودخلنا الحفيدة، حفيدة عمي وبنت عمي وزوج بنت عمي وأخت زوج بنت عمي وزوجة، بيصير العدد 151. هذا مجموع العلاقات اللي لهم حق عليه 191 بالحد الأدنى. بالحد الأدنى أنت فاضي تدخل بعد علاقات زيادة وتدخل. لذلك كثير من العلاقات لما تدخل تلقى الناس شرها على بعض، مشغولين، كل الناس مشغولة، لكنها شرها لأن وين ما شفناه وين ما شفناه. الوعي أنك تتقبل شرهتهم ولا تشرح عليهم. كيف الواحد يضع حد إلى أن هذه العلاقة أنا أبغاها تنتهي وأبغاها تبقى بهذا الشكل؟ أغير رتبتها في الاستجابة، في التواصل، في سرعة ذا، في التضحية، في الوقت، في التفكير. يعطيك ثلاث كلمات أعطى واحدة، يتصل ثلاث مرات رد مرة. بس إذا رديت رد احتفاء، أنت ترى زعلان شوي، عندك كم مرة. بهذه الطريقة أنت خلنا نقول تجفف منابع العلاقة، ولكن لا تحولهم إلى أعداء. جيد. ولكن أيضا على طاري الأعداء، ببساطة على طاري الأعداء، رحب بالعداوات، رحب فيها، ادخل إلى عالم العلاقات وأن ترحب بالعداوات. لأن شوف ما في إنسان إلا عنده عداوات، ما في. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي وش أخلاقه كذا، والله اصطفاه عدوه من المشرمين، لازم في عدو. موسى عليه السلام يقول: وألقيت عليك محبة مني. أي واحد يشوفه يحبه، حتى فرعون حبه. متى كره فرعون؟ عندما أعلم مبدأه. خذها قاعدة أبو عمر: إنسان بلا عدوات إنسان بلا مبادئ. ما حد شيء، أنت تبغى كذا أنا معك، تبغى كذا معك. فرحب بالعدوات بمعنى لا تتنازل عن مبدأك، لأن يعني عندك قاعدة مغلوطة اسمها اكسب الجميع. ما في أحد يكسب الجميع، ما في. طيب اثنين، إذا قلنا رحب بالعداوات لا ليس معناها اصنعهم، لكن تذكر أيضا أن كلما زادت عداواتك قلت مساحة الأرض التي تستمتع بها. ليش؟ أنا البقالة دي متهاوش معها، ما راح بروح الجيدة، المسجد هذا متهاوش معها، النادي ذا بروح الفرع الثاني، أنا ما أحب هذا، ما في الأخير بس في بيتي. لذلك شوف لو خل السجن من المساجين لأصبح السجان حرة، السجان جالس معهم بس هو وراء. أطلق سجناء صدرك، لا تسوي عداوات. ما تحب روح، بعض الناس إذا بغي يروح من المناسبة ولا طلعة ولا روحة من معكم
أو عنده مجموعة عدوات. أي أروح لما أروح، أروح لما أروح. لا لا لا، رح ما عندي مشكلة، رح. لأن الحقد في القلب كالسم، إن أخرجته قتل غيرك، وإن أبقيته قتلك في صدرك. فهذه فيما يتعلق بقضية العدوات. آخر شيء إن شاء الله، إن آخر شيء آسف، اللي هو القاعدة المهمة جدا، أنه كلما قويت العلاقة قصر عمرها. والعلاقة إذا زادت في شدتها قصت في مدتها، والعلاقة إذا تحولت إلى تعلق انتهت بسرعة. ببساطة شوف الآن، أنت الآن تعرف الجير العادي زين، لما الجير على الخامس تمشي السيارة مرتاحة، لما الجير على الواحد علاقة التعلق، الجير المكينة، المكينة تحن متعبة، علاقة محرقة. الحب عذب لكن العشق عذاب، الحب حياة متجددة لكن العشق موتات متعددة، العشق مرض، العشق مرض. يقول ابن عباس لما رأى واحد عاشق قال ما به؟ قالوا عاشق في يوم عرفة، لا زال يردد في عرفة ما قال إلا شيء واحد، أعوذ بالله من العشق. العشق خلل أصلا في العلاقة. طيب ما هو العشق؟ إيش مؤشرات أني أنا عاشق ولا أحب بزيادة؟ جيد، واحد، في أشياء مهمة جدا. واحد، فرق في العلاقة، في فرق بين حاجتين، أنا أضحي علشان أحبك ولا عشان أخليك تحبني؟ فرق. هذا واحد. اثنين، في ثلاث مؤشرات إذا وجدت في العلاقة أنت عندك مشكلة تعلق. ثلاث مؤشرات. واحد التفكير فيه عنده غيابه، والتركيز عليه عنده حضوره، والتملك له عن الآخرين. إذا وجدت هاي الثلاث أنت ماشي غلط. أنا رأى أنت ما أنت موجود أرسل لك ليتك معنا، لا ما أدري شو، وإذا جيت أركز عليك وانتبه وما أدري إيش وأقرب لك الأكل وانتبه وش فيك، ما عجبني وجهك، ما عجبني صوتك، ما عجبني كذا ولا، وحب التملك، ما أبغاك تكلم أحد، ما أبغاك تروح مع أحد، ما أبغاك كذا 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 كذا. أخي يا خبر شو أشغلتني، أزعجتني. قرب الشيء حجاب، شوف قرب الشيء ما عاد أشوف أنا، فهو يلتصق بي، شو أسوي أنا؟ وخر، أرجوك وخر، كتمتني أبى أشوف الدنيا، فأنا الآن ما أشوف. طيب شو أسوي؟ أقوم أحاول. طيب هو الآن ما قدرت أوخر يده، شو أسوي؟ أقوم أنا أسوي كذا، أسوي تحايل. إيش معنى التحايل؟ كيف جوالي يقوم يطلع لي في السناب، يطلع لي من هنا، يجيني شلل إلكتروني، ما عاد أقدر أتحرك، ولا أقول لربعي لا تصوروا، لا تسجلوا، لا يدري، لا مدري وشو، واشغلني ليش؟ لأنه ما يبغاني أروح مع أحد، ولا يبغاني أجي مع أحد، وصار يجي عند البيت ويدور على سيارتي، ولا يدورني ويسأل عني ويدق على عيالي ويدق على زوجتي، ولا